حياكم الله مشاهدينا الكرام بهذه التغطية الخاصة عن زيارة رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني إلى جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، زيارة لبحث مجمل العلاقات الدبلوماسية بين البلدان وأهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعزز المصالح المتبادلة بين العراق ومصر وتونس، جولة تم التباحث خلالها بالعديد من الجوانب الهامة في المنطقة، وبالتأكيد القضية الأهم القضية الفلسطينية لم تغب عن الحوارات الثنائية وبحث إمكانية إيقاف النار بغزة ووقف مسلسل الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية والاستثمارية والملفات المشتركة بين البلدان وملفات هامة أخرى مثل إدارة المياه والنفط والزراعة. رحب بكم مرة ثانية ورحب كذلك بضيوفنا الأكارم خلال هذه التغطية بالاستوديو، الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وبانتظار أن ينضم لنا عبر سكايب الدكتور ياسر فراويلة الباحث في الشأن السياسي من مصر، وأيضا ينضم لنا خلال هذه التغطية وعبر سكايب موفدنا إلى مصر ومن ثم إلى تونس الزميل ظفر علي. حياك الله مرة ثانية دكتور علي، وبداية نسأل عن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت والأحداث المتسارعة بالمنطقة وبالأخص القضية الفلسطينية والأحداث المستمرة. نعم. والاعتداءات من قبل الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك الكريم وخلالك الضيوف الكرام مشاهدي قناة الأيام الأفاضل. ابتداء يعني هذه الزيارة تأتي في إطار يعني المنهاج اللي اتخذتها الحكومة العراقية في عملية الانفتاح على محيطيها الإقليمي والدولي، تعزيز علاقات العراق الخارجية. العراق بدأ خاصة في المراحل الأخيرة، خصوصا بعد عملية تحرير الأرض العراقية من الجماعات الإرهابية والانطلاق في عملية البناء، وتحديدا بعد أن تولى السيد محمد إشاع السوداني إدارة الدولة والنظام السياسي يعني بالحكومة التنفيذية. هنالك جملة من المواضيع المهمة حضرتك في المقدمة الجميلة والسريعة التي قدمتها جئت على بعضها، ولعل الآن الشغل الشاغر اللي يعني هو يشغل بال العراقيين جميعا والعرب على المستويين الرسمي والشعبي هو ما يجري الآن في الأرض المحتلة، السياسات العنصرية والإقصائية الظالمة اللي تتخذها الكيان الصهيوني على مرأة ومسمع من العالم جميعا، ويعني مسألة الدعم الحقيقة الغير الطبيعي من قبل الولايات المتحدة لهذا الكيان. هذا دكتور يقودنا إلى سؤال. نعم. يعني ممكن أي شخص الآن يتساءل عن دور العراق ممكن ودور حتى مصر في هذه القضية، ذكرنا مسألة وقف إطلاق النار. نعم. هذه المسألة باعتبار اليوم العديد من الدول تشتغل عليها، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قطر، غيرها من الدول، وحتى أمريكا تدعي أنه هي دا تعمل على هذا الملف. نعم. فبالتالي نسأل عن الدور العراقي، الدور المصري اللي ممكن يلعبه بهذا الموضوع. يعني بالتأكيد الثقل يعني لا يخفى على أحد، الثقل اللي تمتلكه كل من العراق وجمهورية مصر العربية على المستوى
حضاري، المستوى يعني تاريخ العلاقات الدولية، البلدين من البلدان المؤسسة لجامعة الدول العربية ومشتركين أيضا في هيئة الأمم المتحدة، لهم باع طويل في هذا المجال، فضلا عن الخصوصية اللي تمتلكها اليوم جمهورية مصر العربية مشتركة بشكل أو منخرطة بشكل مباشر في يعني محاولات إيجاد حل أو ما يعرف بالصفقة، صفقة يعني إيقاف القتال في غزة. أنا بتقدير المتواضع العراق يدعم كل ما من شأنه يعني دعما لإخواننا العرب في الأرض المحتلة، خصوصا في ظل السياسات اللي تحدثنا عنها في هذا المجال. إذا كان بالإمكان عملية إيقاف العمليات العسكرية وأن تكون في قبالة ذلك يعني إنصاف للشعب الفلسطيني، كأن تكون في هنالك عملية. هذا هو الدور المنتظر من كل البلدان العربية، الوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته، والمطلوب من دول العالم إنسانيا أن تتعاطف مع هذه القضية ويكون لها كلمة ودور، وبالتالي إيقاف هذه الحرب الظالمة والإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني. أنتقل إلى الزميل ظفر علي، مفدنا إلى تونس، ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية. حياك الله أخ ظفر، ونتساءل عن أهم ما تضمنتها هذه الجولة سواء في مصر في مدينة العلمين أو حتى في تونس، وأهم المخرجات لهذه الجولة للسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له. تحية لك زميلي عباس، وتحية لضيوفك الأكارم. احنا الآن في العاصمة تونس، هذه المدينة المركزية لجمهورية تونس الحقيقة، اللي استقبلت بحفاوة كبيرة جدا دولة رئيس الوزراء السيد السوداني، واستقبل كمال المدوري رئيس الوزراء التونسي من المطار، ومن ثم توجه دولة رئيس الوزراء السيد السوداني والوفد المرافق له توجه للقصر الرئاسي، وكان في استقبالها الرئيس التونسي قيس سعيد اللي حقيقة رحب بشكل كبير جدا بالجانب العراقي. للمعلومة أنه هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء عراقي منذ 21 عام. صح علاقات موجودة بين العراق وتونس، ولكن ليس بالمستوى المطلوب لبلدين مسلمين عربيين شقيقين. حقيقة الملفات كثيرة جدا التي نوقشت في هذه الاجتماعات ولقاء الوفود، الوفد التونسي والوفد العراقي، وكان أهم تركيز كان على ملف النقل وملف السياحة. إذا فتحنا موضوع ملف السياحة، فمعروفة تونس أنها من أهم الدول العربية والدول الأفريقية بمجال السياحة، وبالصدفة نحن الآن في منطقة سيدي بوسعيد، هذه المنطقة خلفي من أهم المناطق السياحية اللي حقيقة تجذب ملايين الدولارات ومئات ملايين الدولارات من السياح الأجانب من أوروبا، من البلدان العربية، من كثير اليوم من أنحاء دول العالم. مثل ما نعرف أنه تونس اقتصادها معتمد بشكل كبير جدا على ملف السياحة، وأيضا كما أسلفت أيضا هناك كلام على ملف مهم جدا وهو ملف النقل، ونعرف اليوم الطفرة الكبيرة جدا اللي يشهدها العراق بموضوعات النقل وجلب اليوم وجذب الشركات المهتمة مثل هذه المشاريع. كانت من رموز وصور حفاوة الاستقبال أنه أهداء قيس سعيد الرئيس التونسي إلى دولة رئيس الوزراء العراقي قصيدة حقيقة للشاعر الرصافي. هذه القصيدة كانت تمثل العلاقة الوطيدة والكبيرة جدا بين الجانب التونسي هذا يوضح عمق العلاقة بين الجانبين العراقي والتونسي. أما سألتني عن قضية مهمة جدا أنه قضية الزيارة مصر. إلى نعم عباس، زيارة القاهرة كانت أيضا زيارة مهمة جدا نفس الحفاوة. للمعلومة أنه زيارة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى مصر وإلى تونس كانت بدعوة من السيد الرئيس المصري السيسي وقيس سعيد الرئيس التونسي. الحقيقة يجب اليوم حسب كلام الوفد العراقي، الكلام من المحللين، أنه يجب اليوم أن يتطور العراق بموضوعة العلاقات، الانفتاح على المحيط الأقليمي والمحيط الدولي. العراق عاش بعزلة دولية كبيرة من عام 1900
1980 إلى هذه الأعوام الأخيرة، ولكن بعد مجيء حكومة السيد السوداني شاهدنا نشاط اقتصادي دبلوماسي كبير جدا. وأيضا إذا نعود إلى زيارة تونس حقيقة، لأن بما أنه اليوم إحنا موجودين في منطقة سيدي بوسعيد في العاصمة تونس، أيضا تحدثوا بموضوع جدا مهم وهو إدانة العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة وعلى وعلى الفلسطينيين بشكل عام. طيب. ودعوا إلى دولة فلسطينية موحدة عاصمتها القدس. هذا اللي نناقشه حاليا خلال التغطية ظفر، نرجع لك إن شاء الله بوقت ثاني خلال هذه التغطية. وأنتقل إلى الدكتور ياسر فراويلة، ينضم لنا عبر سكايب من مصر. حياك الله دكتور ياسر، ونتساءل بداية عن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت من وجهة نظر مصرية، أنه رئيس الوزراء العراقي السيد محمد الشياع السوداني يتواجد في القاهرة برفقة وفد. هويته العامة هو هوية اقتصادية باعتبار تواجد لوزير التجارة وبعض رجال الأعمال والمستثمرين. أولا مرحب بكم وبالدراهم، وأيضا ترقيبنا الخارج معالي السيد رئيس الوزراء العراقي. كانت زيارة مرتبطة ولكنها تحمل طابع ذو شقين. الشق الأول هو الشق الاقتصادي المتعلق بالعلاقات الثنائية الاقتصادية والتعاون بين البلدين، والشق الثاني في اعتقادي هو الشق الأمني يتعلق بأحداث المنطقة. طيب. وخاصة دور العراق الكبير، لأن العراق في خندق المقاومة، العراق في قلب المنطقة، وعليه قد نبدأ من هذا الشق الذي قد يحمل رسالة من السيد السوداني، وخاصة من الشقيقة الإيرانية الكبرى الإيران، بأن المقاومة زالت تحت السلاح، وأن الرد قادم على الصهاينة، وأنها مسألة، وأنه لا مجال للتراجع عن هذا الأمر، خاصة أن العراق في قلب المعركة ولن يتراجع عن هذه الخطوة. طيب. أنا سألت دكتور ياسر، أنا سألت هذا السؤال إلى دكتور علي في الاستوديو، وأسألك أيضا هل بالإمكان التوصل من خلال هذه الجولات إلى التفاهمات ووقف لإطلاق النار في غزة؟ علينا أن نعيد تصحيح كلمة وقف إطلاق النار. هل هو بمعنى إلقاء السلاح والاستسلام من قبل المقاومة، أم ردع العدو ووقف تام لإطلاق النار والانسحاب من الأراضي الفلسطينية والرجوع بطاولة؟ لا، هو على الأقل وقف هذه السلسلة من الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. يا سيدي، بعد هجوم الصهاينة على الضفة اليوم، واضح أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في تنفيذ توجهاتها بطرد الفلسطينيين خارج أراضيهم وتفريغ الأرض من شعبها. فالحديث من وجهة النظر الغربية هو إلقاء السلاح وليس وقف إلقاء الأرض. بمعنى جميع من يرسل للمفاوضات في هذا الشأن هم رؤساء مخابرات، هم رجال مخابرات وليسوا سياسة، وهذا يعني أن الأمر يتعلق باستسلام الحكومة وإلقاء السلاح وترتيب ذلك من خلال اجهزه امنيه وليست عمليه سياسيه. اذا عمليه وقف اطلاق النار بالمعنى الذي نفهمه ليست حقيقيه، هو اطلاق وقف اطلاق النار بمعنى الاستسلام والقاء السلاح، وكما ما يتم الضغط في طريقه. ايضا وجود السيد السوداني وهو شخصيه مقاومه يمثل بلدا هو في فندق المقاومه يعطي زخما كبيرا للناس، وقد يحمل رساله من محور المقاومه للغرب عن طريق مصر او تونس، لان المقاومه لم تلقي السلاح وانها ماضيه قدما في هذا باعتبار انه الكيان الصهيوني مستمر بعمليات الاعتداءات والاباده الجماعيه مثل ما ذكرنا، فبالتالي هذه المقاومة الفلسطينية موجودة للدفاع أولا عن النفس وإعادة الحقوق للشعب الفلسطيني. أرجع لك إن شاء الله دكتور ياسر. دكتور علي، بالتالي هذه الزيارة شنو ممكن نصنفها؟ هي زيارة سياسية، زيارة اقتصادية، زيارة لبحث
مسألة غزة ومسألة الأحداث في فلسطين؟ بالتأكيد هي تشمل كل هذه المحاور، كل هذه الملفات الأساسية، ومن بينها أيضا تنمية العلاقات، تطوير العلاقات البينية بين العراق وكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في هذا المجال، في إطار يعني جامعة الدول العربية وفي إطار البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أنا أعتقد جانب السياسي أهمية هذه الزيارة وين تكمن؟ الجانب السياسي وفي جانب العلاقات مع مصر أو تونس؟ نعم، تكمن هذه الزيارة أولا يعني عملية طرح يعني وجهات النظر فيما يتعلق في القضايا المطروحة على النقاش، لأن لا توجد ربما مثل ما وضحنا قبل قليل الموضوع يعني أكثر يعني حضورا من موضوعة القضية الفلسطينية وموضوعة العدوان يعني الغاشم اللي يتعرض إلى شعبنا، مثل ما وصفت حضرتك سياسة الإبادة الجماعية اللي يعني تنتهجها حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف حكومة بنيامين نتنياهو ومن يدعمها في هذا المجال، وكذلك موضوعة البحث في الصفقة المطروحة الآن للنقاش واللي طيب. جمهورية مصر العربية منخرطة بشكل مباشر في هذه المناقشات، فضلا عن موضوعة الملفات الأخرى في هذا المجال، ملف العلاقات البينية في هذا جيد راح نناقش هذه النقطة. أرجع لك مرة ثانية دكتور ياسر، العراق موقفه واضح من القضية الفلسطينية وأكثر من مرة، وحتى في القاهرة عبر رئيس الوزراء محمد إشاع السوداني عن الموقف العراقي في القمة العربية. نتساءل اليوم عن الدور المصري بهذا الخصوص وبالأخص في الجانب الإنساني ومسألة معبر رفح، هل أن جمهورية مصر مستعدة أنه تقدم أكثر، تقدم الدعم أكبر للشعب الفلسطيني، تسهل موضوع عبور المواد الإنسانية اللي يحتاجها اليوم الشعب الفلسطيني بمختلف المجالات؟ الحكومة المتطرفة في الكيان الصهيوني لم تدع مجالا للتدخل الإنساني أو التدخل السياسي من جانب مصر. الطريق الوحيد الذي قد يكون أمام مصر لوقف هذه المجازر هو التدخل العسكري. هناك خلال نحو ديمبيا، هناك خلال معبر رفح سليم، ولذلك القدر المصرية أصرت أنها لن تتعاون مع أحد سوى الفلسطينيين في إدارة نت خليل وفي إدارة معبر رفح، وأكدت على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا. إذا مصر وهذا ما نتمناه سوى الحل العسكري والعبور للجانب الآخر من الحدود. أما الحديث عن المواقف السياسية فلا محل لها من الإعراب ولا قيمة لها تذكر في هذا الموضوع. العدو متقاطنس ينفذ طريقة مباركة من الغرب، ومن المتطرفين يمضي ظلما في الضفة تدميرها كما تم تدمير غزة. لا حديث ولا مجال عن حل سياسي، حل ونتمنى أن يكون هناك تنسيق في ذلك المجال، خاصة بعد ما أعلن الرئيس الجزائري أنه استعداد لإرسال المصري، وأيضا وجود رئيس الحكومة المحسوب على المقاومة السيد لديهم فرض في المقاومة وفي حكومة المقاومة. هذا قد يبشر بعمل قوي أو إن حدث عمل قوي، فالعراق موجود والجزائر موجودة والدول القوية العربية قادرة على طيب هذا هو المنتظر بالتالي من العراق ومصر والجميع البلدان العربية مثل ما ذكرنا. أرجع لك مرة ثانية موفدنا ظفر وأتساءل عن هذه النقطة في التحديد، معلوماتكم عن أهم القضايا وأهم الاجتماعات أو المخرجات اللي صارت خلال هذه الجولة بما يخص قضية غزة والشعب الفلسطيني. نعم عباس، مثل ما أسلفنا اليوم الموقف العراقي موقف حقيقة واضح. صحيح اليوم من البلدان العربية الكثير ممكن هناك موقفهم صح داعم إلى القضية الفلسطينية، داعم اليوم إلى جهود وقف أطلاق النار، ولكن موقف العراق مستمر وقوي جدا بإدانة العدوان الصهيوني، الدعوة لدولة فلسطينية عاصمتها القدس. فهذا الحقيقة مؤشر اليوم كبير جدا،
والسيد السوداني بكل زياراته، حتى زيارته أمس في القاهرة، اليوم زيارته في تونس، أعلن أنه موقف العراق هو دائما دعم القضية الفلسطينية. أكيد الأشقاء في مصر وفي تونس أيضا بنفس الرأي وبنفس الموقف تقريبا، أنه اليوم حقوق الشعب الفلسطيني، المأساة الكبيرة اللي يشهدها اليوم قطاع غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى من قتل وتفجير وغيرها وجرائم اللي وصل حقيقة الكيان الصهيوني إلى عنصر منبوذ اليوم دوليا. فهذه الجهود لو تضافرت، لو اتحدت اليوم بالعالم الإسلامي، العالم العربي، سنصل حقيقة إلى موقف حقيقة جدي جدا بإدانة الكيان الصهيوني وبتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني. هناك تحركات كبيرة وقوية جدا اليوم بالمحيط الإقليمي، اليوم نتحدث عن موقف حقيقة إيجابي جدا وقوي من الجمهورية الإسلامية في إيران، من الدول الأخرى الداعمة لهذا الموقف. محور المقاومة الذي استمر بدعم اليوم القضية الفلسطينية، اللي اشترك بجبهة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، كلها اليوم أوراق رابحة تستطيع الدول العربية والدول الإسلامية استخدام هذه أوراق الضغط ضد الكيان الصهيوني وأيضا ضد الولايات المتحدة الأمريكية التي علنا تدعم هذا الكيان الغاصب. بالتالي هو موقف رئيس الوزراء تأكيد لمواقف سابقة، وهو تأكيد لموقف العراق اتجاه القضية الفلسطينية، الرافض بكل تأكيد للعدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني. دكتور، تقييمك لدور الحكومات العربية بهذه القضية وضمنها الجانب المصري بالتأكيد والجانب التونسي باعتبار هي مدار هذه الجولة؟ يعني حقيقة مواقف الدول العربية مواقف يعني بأفضل الأوصاف ممكن نقول نستطيع أن نقول أنها حقيقة ضعيفة جدا، ويعني ليست بمستوى الحدث. خصوصا احنا نتحدث عن حكومات يفترض ان يكون لها تأثير كبير في هذا المجال. في حين مثل ما اوضحنا قبل قليل، وتفضل ايضا موفد القناة في القاهرة وتونس، انه بالضبط كان موقف العراق موقف قوي جدا. وانا اتذكر هنا موقف السيد محمد الشيعة السوداني في داخل البيت الابيض في حواره مع الرئيس بايدن في هذا الموضوع، وقال احنا بالنسبه للعراق نختلف في وجهه النظر والخلاصات اللي توصلت لها الولايات المتحده الامريكيه، خصوصا فيما يتعلق في عمليه انتهاكات القانون الدولي وحقوق الانسان وحريات الاساسيه، عمليات استخدام او التعرض للمدنيين والاطفال وما الى ذلك. هذا حقيقه كان موقف قوي لا يمكن ان يقابل او يقارن بمواقف الدول العربيه الاخرى. بالتالي هذا هو الموقف العراقي اتجاه القضيه الفلسطينيه واتجاه قضيه غزه. نعم. باب ثاني واحد مجالات هذه الزياره وهذه الجوله للسيد رئيس الوزراء هي الجانب الاقتصادي. نعم. ولو انه احنا ذكرنا انه الصبغه الاقتصاديه موجوده على هذا الوفد بتواجد وزير التجاره، رجال اعمال، وزير التخطيط، فإذا نتساءل اليوم عن الفائدة المرجوة من هذه الزيارة وهذه الشراكات الاقتصادية. نعم، بالتأكيد مثل ما وضحت حضرتك، طبيعة الوفد المرافق للسيد رئيس الوزراء فيه اللمسة الاقتصادية والمسحة الاقتصادية الواضحة. يعني الوزراء يعني في الوزارات القطاعية المتعلقة بالتجارة والمواصلات والنقل وما إلى ذلك، أنا أعتقد الملفات المطروحة في هذا المجال هي ملفات مهمة. العراق تعرف حضرتك خصوصا بعد عملية التحرير وبداية حكومة الخدمات في عملية إعادة بناء البنية الارتكازية للاقتصاد العراقي بالنقل بالمواصلات بالطاقة وما إلى ذلك، هذه بها فرص استثمارية هائلة. وبالتالي عملية انخراط رؤساء أو يعني رجال الأعمال العراقيين مع نظرائهم في مصر وفي تونس سيفتح يعني الآفاق مهمة، خصوصا بحضور رئيس السلطة التنفيذية السيد رئيس الوزراء اللي هو داعم بشكل كبير لهذا المجال. أنا أعتقد ستكون فرصة مواتية في مسألة عملية إعطاء الشركات المصرية وحتى التونسية وهذا هو أعمال في العراق. لذلك نتساءل اليوم دكتور ياسر، يعني لما نتحدث عن استثمارات وشراكات ما بين الجانب العراقي والجانب المصري بمجالات مختلفة، في مجالات الصناعات التحويلية النفطية، في البنى التحتية والإنشائية، في مجال الصناعات الدوائية، أتساءل عن الواقع المصري، هل وصلت مصر والصناعات هذه اللي ذكرناها في مصر إلى مستوى الريادة؟ أولاً هو استقبال السيد رئيس الوزراء العراقي في مدينة العلمين تواجهنا للنهضة الاقتصادية والإعمالية في مصر،
مصر وصلت لمراحل متقدمه جدا ومن خلال قطاعات شركات القطاع الخاص هناك اجتماعات وحوارات لشركات محدده بعينها مثل هشام طلعت مصطفى وشركه السويدي في مجال الكهرباء وشركات بتروليه وشركات انشائيه. ايضا الاشاره لزياره السيد كامل وزير وهو رجل استراتيجي ووزير الاستماع ايضا ومهتم بجانب البنى التحتيه للعراق اطار المدن. نعم. تشير الى هذه الامر هناك استهداف لرفع الاستثمار ورفع التبادل التجاري بين مصر والعراق من 7 ملايين لمليار دولار. ايضا الحديث عن شراكه مع العراق وليس سوق عمل والسلام. شراكه الاستفاده والتعاون مع الشركات المعبره في العراق في مجالات شرطه في مجال الدواء مع مجال البنيه التحتيه في مجال انشاء المستشفيات والمدارس. ايضا كان الحديث عن استهداف بناء 2.5 مليون وحده سكنيه واكثر من الاف المستشفيات. نعم. واعاده البنى التحتيه ومعظم مواطن الجماعات التكفيريه في العراق حتى يستطيع العراق مره اخرى ان ينمي القدرات الاقتصاديه الهائله في مجال الزراعه وفي مجال الصناعه طيب وكذلك الاعمار والعقارات خاصه من المنصه وهذا هو المأمول انه يتحقق على ارض الواقع. ارجع لك مره ثانيه ظفر واتساءل عن اهم المخرجات لاجتماع رئيس الوزراء مثل ما اطلعنا في الاخبار على اجتماعه مع كوكبه من رجال الاعمال المصريين للبحث في عده مجالات استثماريه، واتساءل عن مخرجات هذه الاجتماعات. نعم عباس، مثل ما يعلم الجميع أن الشركات المصرية دخلت بقوة بالسوق العراقية وخاصة ببناء المجمعات السكنية على أطراف العاصمة بغداد، وأيضا دخلت بقوة إلى المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة بموضوع فك الاختناقات بحقيقة بموضوع مثلا البناء الجسور إنشاء الطرق وغيرها. التركيز كان من الجانب العراقي باتجاه الجانب المصري هو موضوع البنى التحتية، موضوع الطرق، موضوع الجسور، موضوع المجمعات السكنية. مثل ما تعرف حقيقة مصر وتطورت بشكل كبير بهذا الموضوع. وأرجع الأمس أيضا تكلمت بموضوع مهم جدا في برنامج حصاد الأيام أنه كان اختيار مدينة العلمين اختيار حقيقي وصفه بعض المحللين العراقيين أن اختيار مصر أن تكون الزيارة لمدينة العلمين هو اختيار حقيقة ذكي وموفق جدا، لأن هذه المنطقة كانت منطقة صحراوية ولكن تحولت بجهود الشركات الاستثمارية المصرية هذه الشراكات والاجتماعات بناء بعدها بمستوى مذكرات تفاهم أن وصلت إلى مستوى المنتجعات اتفاقات السياحية. تحولت هذه المنطقة من منطقة صحراوية إلى منطقة مهمة جدا، بدأت تنافس مناطق سياحية مهمة في مصر مثل شرم الشيخ، الغردقة، العين السخنة وغيرها من هذه المناطق. أما إذا تكلمنا عن نتائج مهمة جدا، نتائج اقتصادية في زيارة تونس، حقيقة في الشهر الخامس هناك لجنة علاقات مشتركة بين تونس وبين العراق، كان أهم نتاجاتها اللي حقيقة رفع تأشيرة الدخول عن المواطن العراقي إذا حب يزور تونس من أجل السياحة، من أجل العام، من أجل يوم العلاج وغيرها من هذه الأمور. فهذه كانت النتائج، توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الجانب العراقي والجانب التونسي في الشهر الخامس. اليوم توجت بهذا اللقاء التاريخي اللي تعد الزيارة الأولى لرئيس وزراء عراقي منذ أكثر من 21 عام. طيب دكتور علي، إذا أرجع بالجانب الاقتصادي ونسوي جردة حساب بسيطة لحجم التبادل التجاري العراقي المصري بالسنوات الأخيرة، يعني نشوفه بعام 2021 وصل 486 مليون دولار، 7 مليون دولار صادرات العراق إلى مصر. بعام 2022 وصلنا إلى 500 مليون دولار حجم صادرات مصر للعراق، نسبة مئوية أكثر من 86%،
وبعام 2023 وصلنا إلى 707 مليون دولار، وتسعى مصر إلى وصول إلى المليار. شلون أنا اليوم كمفاوض عراقي أو كوفد عراقي أبحث على الأقل بتقليل هذه النسبة والتفاوت؟ هسه زيادة التبادل التجاري ماكو مشكلة، ممكن بمنفعة لي الجانبين، لكن بالتأكيد اليوم نبحث عن تعديل أو الوصول إلى كفة متعادلة ما بين الصادرات والواردات. يعني هذا حقيقة الموضوع موضوع مهم، وعملية البحث فيه تحتاج إلى أن يكون المفاوض العراقي يعني ملتفت بشكل كبير جدا لهذه النقطة، وهي أنه يكون عملية التبادل هناك توازن في ميزان التبادل التجاري في بين البلدين. لكنه في نهاية المطاف أنت تعرف حضرتك الظرف اللي عاش العراق ظرف صعب جدا، يعني ظرف اللي الحروب والعملية الحصار، ومن ثم بعد التحول اللي صار في العراق مواجهة الجماعات الإرهابية ومخرجاتها، هذا كله حقيقة أضعف بشكل كبير يعني قطاعات المهمة في العراق، منها قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وما إلى ذلك، بحيث اعتمد العراق بشكل كبير جدا على عملية الاستيراد. هذا المعالجة جزء أساسي من البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء هو معالجة هذا الخلل البنيوي الكبير في الاقتصاد العراقي، معالجة الصناعة المحلية. نعم، هو دعم الصناعة، دعم الزراعة، كل هذه حقيقة حتى نقلل من عملية الاعتماد على مورد النفط في تشكيل الموازنة العامة للدولة العراقية. ومنها أعتقد هذه موضوع عملية تنشيط التجارة البينية مع الدول الإقليمية والدول اللي العراق يتمتع بها بعلاقات طيبة في هذا المجال. لذلك أنا أعتقد هذا العمل يحتاج إلى يعني جهد كبير في هذا المجال. الشركات العراقية بدأت يعني تكون يعني تحط الخطى في هذا المجال، لكن أيضا نحتاج إلى وقت كبير لتعويض هذه الهوة الزمنية الكبيرة اللي غاب بها العراق عن يعني السوق التجارية، سواء كان البينية بين المحيط الإقليمي وحتى المحيط الدولي، في حين مصر يعني هي سباقة في هذا المجال ولديها إمكانات هائلة في هذا الاتجاه، علاقاتها مع دول العالم بقت مستمرة ومتطورة. لذلك أنا أعتقد لكنه على الأقل نقول أن عملية التنويع المصادر التجارة للعراق مع دول الإقليم ككل ودول العالم، هذا فيه جنبة إيجابية تعطي للعراق فائدة في هذا الاتجاه. إيش قد مهم اليوم نعزز هذه الاستثمارات خصوصا بالنسبة للشركات الخارجية العاملة بها الداخل؟ الجانب المصري عنده العديد من المجالات اللي يشتغل عليها بها الداخل العراقي واللي يستوردها. نعم، احنا حقيقة عندنا يعني اهتمامات مهمة ويعني احتياجات أساسية يحتاجها العراق في بناء الهيكل الارتكازي أو البنية الأساسية للعراق، موضوعة الاتصالات، موضوعة النقل، عملية استثمار الغاز، فضلاً عن موضوعة يعني المواصلات والجسور، وهذه كلها حقيقة يعني فرص استثمارية مهمة جداً اليوم تتنافس عليها كثير من شركات دول العالم ومنها الشركات المصرية. الشركات المصرية حققت النجاح، فبالتالي تستحق أنه تعطى استثمارات أخرى في الداخل. أنا أعتقد في الجولات اللي قدمت في موضوع على الأقل في موضوعة فك الاختناقات الشركات المصرية كان لها دور كبير، وأعتقد هي بداية ناجحة في هذا المجال. جيد، أنتقل لك دكتور ياسر. اليوم إذا نتساءل عن مدى جدية الجانب المصري والمستثمرين المصريين في تطبيق بعض هذه المشاريع والتفاهمات في الداخل العراقي والاستثمار أكثر، مثل ما ذكرنا إحنا جانب الطرق والجسور والإنشاءات وحتى الصناعة الدوائية، اليوم موجود الوجود المصري في الداخل العراقي؟ أولا يقصد موضوع المفاوضات بين مصر والعراق، أريد أن أتكلم أساس لأن العراق شقيق لمصر، وليس ما بيننا المفاوضات بل المباحثات بين كل مناطق العالم. العراق ليس فريق المصريين. أيضا العراق بتاعت الشركات المصرية التي تمتلك العمالة العمالات تزيلها والتربية للقيام بالمشاريع في الأراضي العراقية، والشعب العراقي ليس بدليل على الشعب المصري. أيضا الشركات المصرية تعمل بالفعل في الأراضي العراقية دون أي مشاكل. العراق تمتلك القوى الاقتصادية وأثبت أنه نجح أمنيا بعد زيارة الأمريكيين، استضاف أكثر من مليون شخص دون وقوع مطارات لا حدث ولا شيء. إذا العراق كان مقدره الأمن وقد استطاع أن يتألق عليها،
لا يمتلك الموارد الاقتصادية ولا يفهم. العراق ممتاز في تحدياته، العراق بدأ بالفعل في محاربة الاقتصادية على أعلى مستويات. إذا قلت ممهد للتعاون، تعاون ناجح بين الشركات المصرية الجادة، لأن هناك شركات العقارات وشركات الأدوية، شركات الفول، شركات الكهرباء، جميعها أثبتت نجاحا بين المصريين. وما لم نستطيع تحقيقه في عقود المسابقة، إسقاط هذه الشركات في أقل من 10 سنوات، تحقيقه في مصر بنجاح مسبوق. إذا العراق، العراق الذي قدر على محاربة الفساد، العراق الذي عنده قمة أو بأعلى القمة العراقية رجال مصممون النهضة بالبلادين، تحقيق النجاح مع الشركات المصرية ومع شركاء المصريين. ولهذه الشراكات الاقتصادية تاريخ طويل بالتأكيد، وتم تكليل بها النجاح خلال السنوات الأخيرة. أرجع لك مرة ثانية ظفر، ذكرت مسألة التفاهمات ومذكرات التفاهم سواء في العاصمة المصرية أو في تونس. ارتقت هذه التفاهمات والمذكرات إلى مستوى الاتفاقات الرسمية الملزمة للطرفين في الجانب الاقتصادي خلال الفترة القادمة؟ إذا الصوت واضح عندك ظفر. المفاوضات في الشهر الخامس اللي عقدت. ننتظر أنه يجهز الأخ ظفر. الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء اللي إلى لا. جهزوا لنا صوت الأخ ظفر. دكتور، اليوم الساحة العراقية وميدان العمل العراقي مشجع لجذب الاستثمارات الخارجية. احنا اليوم لما نقول بكل هذه الميادين وبكل المجالات نفتح باب الاستثمار الخارجي، وكمثال حاليا الجولة في مصر ومستوى الاتفاقات والتفاهمات، أرضيتنا مهيئة لاستقطاب هذه الاستثمارات؟ نعم، انا اعتقد يعني البيئة العراقية اصبحت بيئة إيجابية مواتية للاستثمار، خصوصا بالمرحلة الأخيرة بعد من تولى السيد محمد شيع السوداني رئاسة الوزراء وبدت عملية الاستقرار السياسي. شفنا عملية انبثاق الحكومة بشكل سلس، ويعني توافق وطني داخلي يعني يختلف بشكل كبير جدا عن المراحل الحكومات السابقة. لا نقول بأن الاستقطابات والتقاطعات السياسية انتهت، لكنها على الأقل لم تعد يعني مشوشة على دور العراق سواء كان الداخلي الإقليمي والدولي. بالعكس، هناك دعم كبير لدولة رئيس الوزراء حكومة السيد محمد شيع السوداني. الموضوع الاستقرار الأمني أيضا، يعني تعرف حضرتك مثل ما المعروف المقولة المعروفة أنه رئيس المال دائما جبان يبحث عن الاستقرار، فبالتالي إذا كانت البيئة مستقرة ومواتية ستعطي إشارات ورسائل واضحة في هذا المجال لعملية الاستثمار. وهنالك اليوم صراع كبير، تنافس كبير إن صح التعبير، بين شركات كل دول العالم سواء كان بالمحيطين الإقليمي والدولي للحصول على فرص استثمارية في العراق. فضلا عن ذلك، التعديلات التي أجريت على القوانين العراقية اللي كانت حقيقة هي قسم كبير منها حائلا دون عملية تشجيع الاستثمار. كل دول العالم اللي نجحت في عملية توظيف الاستثمار لدعم البنية الارتكازية وتقوية الاقتصاد اعتمدت على قوانين وتشريعات مشجعة للمستثمرين، بالتالي حتى تكون بلدان جاذبة ومدن جاذبة للاستثمارات الخارجية. أرجع لك مرة ثانية ظفر وأسأل، ذكرت عن مسألة التفاهمات و المذكرات التفاهم ما بين الجانبين العراقي والمصري والجانب العراقي والجانب التونسي. السؤال، هل أن بعض هذه التفاهمات ارتقت إلى مسألة أو نقطة الاتفاقيات الرسمية الملزمة للطرفين خصوصا في الجانب الاستثماري والجانب الاقتصادي؟ نعم عباس، إذا قبل قليل ممكن كان صوتي غير واضح وما وصل إلى العاصمة بغداد، مثل ما ذكرت أنه نتحدث اليوم مثلا على الجانب التونسي، أنه في الشهر الخامس كانت هناك اجتماعات ومذكرة تعاون، أكثر من 20 مذكرة تعاون. أحدى نتائج هذه المذكرات هو رفع التأشيرة عن دخول المواطن العراقي، فهذه كلها
بوادر نحو مستقبل أفضل حسب المحللين، حسب الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء. إذا نتحدث اليوم عن وفد استثماري بامتياز، اقتصادي بامتياز، اليوم وزير التجارة، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأيضا رئيس هيئة الاستثمار. الحقيقة النجاحات قد ترى النور بالمستقبل القريب، ولكن إلى الآن كمخرجات 100% أنه نستطيع أنه خلاص نجحت هذه المذكرات اليوم كإعلام كمحللين ما نقدر اليوم نصفها أنه نجحت 100%، ولكن نشاهد بوادر شغف، نشاهد بوادر حماس من الجانب العراقي ومن الجانب التونسي ومن الجانب المصري. كل هذه اليوم الصور اللي قاعد نشاهدها ونحللها ممكن نشاهد مستقبل مشرق اقتصادي لكل هذه البلدان ولشعوب هذه البلدان. أكو بعض القطاعات احنا ننقلها هذه التفاهمات والمخرجات دورنا، أكو بعض القطاعات لها الأهمية والدور الأكبر في هذه التفاهمات عن غيرها؟ نعم عباس، أكيد يعني هناك تركيز كان على قطاع البنى التحتية، قطاع بناء المجمعات السكنية، وأيضا قطاع النقل، وقطاع مهم جدا هو قطاع السياحة. مثل ما معروف أنه مصر وتونس من أهم البلدان السياحية، والعراق حقيقة بيئة خصبة جدا وأرض خصبة جدا لبناء مشاريع سياحية عملاقة. بلد يمتلك أكثر من 40 مليون، ميزانيات كبيرة جدا، مراقد دينية وكثير أجواء طبيعية مختلفة. حقيقة أحد الأشخاص المصريين للأسف لم أتمكن النقل بالمباشر، كان معي أمس قبل ظهوري على قناة الأيام بالمباشر، تكلم أن العراق يمتلك صحراء، يمتلك جبال، يمتلك أهوار، يمتلك أنهر، يمتلك أطلالة بحرية ولو كانت الأطلالة البحرية صغيرة جدا. إذن العراق متنوع جغرافيا، وقد يكون هناك طفرة اقتصادية مهمة جدا للعراق. نعم ظفر دكتور، شنو المطلوب اليوم من الجانب العراقي حتى يحقق هذه الطفرة الاقتصادية والنشاط في هذه القطاعات الهامة؟ هو عملية توظيف هذه المخرجات، هذه اللقاءات والزيارات مع دول العالم المحيطين الإقليمي والدولي بشكل عملي في داخل العراق، يعني على المستويين السياسي، الاقتصادي، الأمني. هذه يعني بمعنى أن يكون هنالك، ما نكتفي فقط بالجانب البروتوكولي التنظيمي، عملية الزيارة وما إلى ذلك، إنما مخرجاتها على شكل أما توقيع اتفاقيات أو بروتوكولات. البعض اليوم صار ينظر لهذه الزيارات يقول لك هذه الزيارات مجرد مذكرات تفاهم، مجرد بروتوكول بين البلدان، مجرد دعوة رسمية من البلد الفلاني إلى الرئيس الفلاني، ونريد مخرجاتها على أرض الواقع. أنا أعتقد الزيارات الأخيرة كان لها تأثير مهم، وبحيث شفنا الآن النهضة العمرانية اللي شهدها بلدنا، والعملية التطور اللي صار سواء على مستوى يعني قطاع الطاقة، قطاع المواصلات، القطاع الخدمات، كلها بدأت. تعرف حضرتك هذه القطاعات أهملت ودمرت فترة الحروب والحصار وما لذلك، وتحتاج إلى وقت كبير. يعني اليوم قطاع الكهرباء اللي هو القطاع المهم، اللي قطاع مهم للمواطنين، بدأ يعني. ذكرت نقطة مهمة دكتور، مسألة القوانين والتشريعات لجذب الاستثمار. نعم. حاليا قوانيننا وتشريعاتنا جاذبة للاستثمار، يعني البعض حتى المستثمرين من الخارج يشتكي ممكن من الروتين الموجودة. نعم، هو حقيقة تم عملية تذليل بعض كثير من هذه الصعوبات من خلال التعديلات الأخيرة التشريعات المهمة، بدليل الآن بدأت الشركات تأتي، لكنه أيضا نحتاج إلى أن يكون هناك، ولابد من الاعتماد على التجارب الآخرين اللي نجحت في هذا المجال. نتذكر هنا مثلا تجربة ماليزيا، سنغافورة، حتى في دولة الإمارات العربية المتحدة، في كيفية يعني تذليل أو تشريعات من شأنها أن تعطي فائدة كبيرة للشركات، وهذا ليس فيه عيبا أو إحراجا للدولة، بالعكس أنت راح تدخل أموال مهمة تساهم في عملية يعني تصحيح على الأقل الخلل الكبير البنيوي اللي يعيش الاقتصاد العراقي في هذا المجال. هذا اللي نتأمله بالتالي، تحقيق الفائدة الأكبر من خلال هذه الجولات وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الخارجية. نعم. للاستثمار الأفضل في مختلف المجالات. أنا أشكرك الدكتور علي الجبوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. حياك الله سعد. كذلك أشكر الدكتور ياسر فروي لانضم لنا، الباحث الاستراتيجي انضم لنا من مصر عبر سكايب، وشكر موصول إلى موفدنا إلى مصر ومن ثم إلى تونس الزميل ظفر علي، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى، في أمان الله.